تكون كل لعيب بيحصل له حاجه وبيحصل له اصابه، بص اللي بينزل بعده بيكون عامل ازاي. طب خلينا برضو في الحكايات الصغيره وبعدين نروح للحكايات الكبيره. قول لي اللحظه اللي الشناوي قعد وشاور كده، قول لي اللحظه دي. انا اللحظه دي اول ما الشناوي عمل كده، اول ما عمل كده انا لبست جوانت واقف على الخط، انا خايف يقوم. خايف يقوم يكمل. خليك قاعد يا ابو الكباتن والنبي ما انا مش عايزك توجع توجع. انت بتبقى فعلا احساسك عايز تنزل فعلا. انا بقول لك انا لبست جوانتي على طول ونزلت وقفت على الخط. ده هو قبل ما يعمل كده؟ لا اول ما عمل كده. اول ما انا على الخط. الدكتور لسه ما نزلوش اصلا. انا لبست جوانتي واقف على، فشوقي بيقول لي طب لسه نعرف، طب سخن. قلت له استنى الراجل، قلت له يعني احتمال يقف. قلت له لا لا انا جاهز، بس شوف يلا. شوف شيلوه بس. يا الدكتور بسرعه. شيلوا الشناوي. لا طبعا الشناوي جون كبير وبقول له الف سلامة. انا فاهم، بس انت كنت جواك حب انك تنزل. انت اول ما وقع رحت قايم. ده الطموح وده الاصرار اللي عندي من زمان، لان زي ما قلت لك انا ما عشتش حياه سهله بالذات في الكوره. انا عشت خالص. عشت حياه صعبه جدا. راجل كنت في امبي وفي سموحه لا لا يعني حتى حتت كتيره. كلها نوادي محترمه، بس انا فاهم المواقف اللي كانت بتحصل معايا في الكوره يعني. لا بس لو خلينا نكمل الحته دي لما قال لك كده. ما هو بقول لك زي ما قلت لك، والله انا لبست الجوانت، انا حتى نزلت من غير شنكار، انا لبست الجوانت واقف على الخط. الشنكار ده اللي هو اللي هو بيتحط اللي هو بتاع القصبة، الواقي بتاع القصبة حتى عشان خاطر انا عايز انزل. يلا يا كابتن ربنا معاك وبالشفا ان شاء الله. انا عايز انزل يعني. طب ممكن اسالك سؤال برضو وانا مش لعيب يعني؟ هو المفروض انه اللي بيشيل الشيله، اصله في من كل لعيب اتنين تلاته، انما هو جون واحد. واللي بيشيل الشيله وخصوصا لما جت البنالتيات، طب مش تخلي الشناوي يشيل؟ ولا انت نازل؟ طب لو ما كنتش صديت، لو كانوا كان انت عارف كان يقول لك ايه، لو كان الشناوي واقف كان صد البنالتيات، ابو جبل ما صدش، كان هيقولوا كده. اكيد الكلام ده هيبقى موجود، بس الحمد لله حاولنا نغير الواقع وربنا كرمنا. حاولنا نغير فكره ان لا، الخوف ممنوع، ما فيش مستحيل عندي في في في, في حياتي الشخصيه، ما فيش مستحيل. فنزلت. انا بقول لك انا من قبل ما اتحرك من بيتي هنا في القاهره، انا عندي كورونا، انا امي واهلي جولي عايزين يقعدوا معايا في البيت. قلت لهم انا عندي كورونا، ما حدش يخش. كلهم طبعا قاعدين يعيطوا بالدموع وهم واقفين بعيد وانا فاتح باب الشقه. يا عيني يا حظك يا ابني، تيجي الامم الافريقيه ويجي لك كورونا، هي ما تجيش غير دلوقتي قبل السفر ما لقيتوش غير ابني اللي تجيله كورونا. فانت عارف بقى الام والعيله بيبقوا عاملين ازاي، فالموضوع كان صعب جدا عليا. قلت لهم والله ما تقلقوش، انا يومين ثلاثه هخف وهرجع. في حد بيخف من الكورونا في ثلاث ايام؟ والله قلت لهم يومين ثلاثه وهخف وهرجع وهلعب في البطوله دي. ده انت كان والله والله ويميني حاسبني عليه ربنا عن الكلام ده، انا هتحاسب عليه يوم القيامه. انا قلت لهم بنفس الطريقه كده.